معرفش ليه دلوقتي خد حبيبي خد حبيبي خد حبيبي خد حبيبي. الراجل ده طلع ملعب صحيح. اول ما يطلعوا اوضه النوم انا اقلع احنا. الراجل ده فيك وما يصحش اكتر من كده. ومين اللي قال لك انه هيطلع اوضه النوم؟ تراني اروح عينيا عفريت قوي شديد قوي. ده هتطلع معاه اوضه النوم. امال جاي تطبخ بالعزل؟ لا يا عم دي هترقص. يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي بتونس دموع العين وانا سايب. هو الراجل ده بيسف ايه؟ وحش زي المعاده لازم يسف له ملط حيوي. لا عليا ولا بي يا عزيزه يا بنت ايه ده انتوا حراميه؟